مساء الخير، معكم دكتورة هبة الكناني، استشاري طب وجراحة العيون. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. بمناسبة شهر رمضان هنتكلم النهاردة عن قطرات العين بتفطر ولا ما بتفطرش. طبعا ده جانب يعني ما يخصش الأطباء قوي، يعني يرجع للمتخصصين في الفتوى والفقه، ومن سمعنا لفتاوى الأزهر يعني هم ردوا قالوا انه القطرات ومستحضرات العين ما بتفطرش، واحنا حابين ناكد لكم ده ونطمنكم انه قطرات العين في عاده يعني او على حسب الفتوى هي لا تفطر، كذلك المراهم ومستحضرات اللي احنا بنحطها في عينينا. وحتى لو حد متخوف قوي والدكتور سمح له بانه هو يعني انا عاده ما عنديش مشكله ان انا لو هاخد القطرات بالثلاث مرات او اربع مرات او زي ما بنوصفها يعني ممكن ناخدها من الفطار للسحور، ما فيش مشكله، مش لازم ناخدها على مدار اليوم كله لو طبعا الدكتور سمح بده. ودمتم سليمين. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال.